هناخد ان شاء الله محاضرة الثيرويد جلاند والثيرويد هرمونز. ال outline of this lecture, we need to know background on the thyroid gland, thyroid hormone sensors, regulation of thyroid secretion, mechanism of action of the hormones, also disorders of the thyroid gland including ال hyper and hypoactivity, والدراجز used in treatment of abnormalities, واخيرا البيولوجيكال اسيتس. الثايرويد جلاند زي يعني ما نعرف من معلوماتنا انها اللارجست اندوكراين جلاند. It is a bilateral gland located in the neck, والجلاند is formed of two lobes. ده عندنا الفيرست لوب وده السكند لوب, connected by isthmus. على الثايرويد جلاند بيبقى في عندنا البارا ثايرويد جلاند, بيبقى عندنا في 4 لوبس, 2 لوبس on each loop of the thyroid gland. الثايرويد جلاند is made up of multiple follicles. The lining of this follicle بيبقى a single layer of epithelial cells. It surrounds a lumen filled with thyroglobulin, وهو ده الستورج فورم للثايرويد هرمونز. الثايرويد فوليكولار سيل سيكريتس تو هرمونز, هما الثايروكسين T4 والتراي ايودوثايرونين T3. في عندنا كمان خلايا تانية موجودة في الثايرويد جلانس اللي بنسميها بارا فوليكولار سيلز, والبارا فوليكولار سيلز دي مسؤولة عن السكريشن اوف ذا كالسيتونين هرمون, which is responsible for calcium homeostasis. يبقى الخلايا دي هي اللي بيتم فيها ال senses of thyroid hormones مع اليومن. فالسلايد الجاية هنبقى واخدين فيها one of these cells, يعني احنا شايفين دلوقتي one layer, هناخد منهم خلية واحدة ونكبرها ونشوف ايه اللي بيحصل فيه. الثايرويد هرمون سنسز زي ما قلت لك بيتم في الفوليكولار سيلز, فدي كده عندنا خليه واحده, دي خليه وده عباره عن البلد ستريم. اول خطوه في السنسز اوف ثايرويد هرمونز هي خطوه الايودايد ترانسبورت اللي بنسميها الايودايد تراب. الايودايد ترانسبورت او الايودايد تراب او الايودايد ابتيك ده بيتم من خلال ال صوديوم ايودايد سيمبورتر, يعني بيدخل صوديوم وفي نفس الوقت كمان بيدخل الايودايد, يبقى عن طريق الصوديوم ايودايد سيمبورتر. والستيب دي او السيمبورتر ده ستيميوليتد بي تي اس اتش اللي هو ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. لما بيدخل الايودايد السكند ستيب بتبقى الاوكسيديشن اوف ايودايد, وبيلي الاوكسيديشن ان بيبقى في عندنا خطوه بنسميها الايودايد اورجانيفيكيشن, ودي بيبقى فيها ايودينيشن للتايروزين ريزيديو. يبقى اول خطوه الايودايد ترابينج, ايودايد اوكسيديشن, اوكسيديشن لل او اديشن للايودايد للتايروزين ريزيديو, ودي بتبقى اندر الانزيم هو ثايرو بيروكسيديز. يبقى الثايرو بيروكسيديز كاتالايز خطوه الايودينيشن للتايروزين, بيكون عندنا مونو ايودو تايروزين اند داي ايودو تايروزين, والخطوه دي اسمها اورجانيفيكيشن. السكند ستيب او الثيرد ستيب هي بتبقى عمليه كابلينج او كونجوجيشن بتوين المونو ايودو والداي ايودو ثايرونين, ودي برضو بتبقى under the influence of thyroperoxidase enzyme. فدي خطوة الكوندنسيشن أو الكابلينج of iodo tyrosine residues, ودي بتتم في الثيروجلوبيلين علشان يتكون عندنا الهرمون. After this يبقى الهرمون بيبقى في الثيروجلوبيلين بيبقى في بروتيوليسيس. البروتيوليسيس بيعمل ريليز للهرمونز, فالهرمونز اللي بتطلع هي الثايروكسين اللي هو التترا ايودو ثايرونين والتراي ايودو ثايرونين. التراي ايودو ثايرونين بيجي عن طريق الدي ايونيز انزيم, يبقى التي 4 بيفقد 1 ايودايد عشان يدينا التراي ايودو ثايرونين. افتر بروتيوليسيس الثايرويد هرمونز
released into the blood to exert their pharmacological and physiological effects. يبقى لو جينا كده شفنا تاني الخطوات، هنلاقي ان اول حاجة في عندنا uptake of iodide by the thyroid gland. الخطوة التانية هي خطوة oxidation of iodide والorganification، ودي زي ما قلنا بتتم under the influence of the thyroperoxidase enzyme. بيتكون عندنا المونو ايودو والداي ايودو تايروزين. Then coupling بين المونو ايودو والداي ايودو عشان يتكون التي 4 والتي 3. Then proteolysis of thyroglobulin وsecretion للثيرويد هرمونز، والتي 4 باي ذا دي ايودينيز انزيم يتحول للتي 3. يبقى الخطوات اللي فيها السنسز دي هي نفسها الستبس اللي احنا محتاجينها فور اكشن اوف دراجز. يعني لو جينا شفنا الدراجز which are used for treatment of hyperthyroidism which means the increase in activity of the thyroid glands، هلاقي ان الدراجز بتشتغل على نفس الستبس اللي انفولفد في الثيرويد هرمون سنسز. يعني في عندنا مجموعه من الدراجز هي انايون انهبيتورز زي البيركلوريت والسايوسانيد، ودي بتعمل بلوك للابتيك اوف ايودايد باي ثايرويد. احنا اتفقنا ان الابتيك اوف ايودايد هي الفيرست ستيب. طيب الهرمون اتكون تو بريفنت ذا ريليز، يبقى في عندنا حاجه زي الايودايد سولز البوتاسيوم ايودايد واللوكال سوليوشن، ودي بلوك الهرمون ريليز. عندنا في مجموعه من الدراجز بتمنع السنسز، بقى هنلاقي انها بتمنع الاورجانيفيكيشن واذر ستيبس زي مجموعه الثايوامايدز الاكزامبل ليها بروبايل ثايويراسيل. اتفقنا برضو ان في كونفرشن من التي 4 للتي 3 باي ايودينيز انزيم، ففي عندنا دراجز بتعمل انهبيشن للكونفرشن اوف بريفرال تي 4 انتو تي 3 وبالتالي انهبت الهرمون ريليز زي الايودينيتد كونتراست ميديا الايبوديت. الراديو اكتف ايودايد 1 ايودايد 131 ده بيعمل ديستراكشن للثايرويد تيشوز. واخيرا في عندنا البيتا بلوكرز زي البروبرانولول، وزي ما نعرف من معلوماتنا ان ده مش تريتمنت للهايبرثايروديزم، لكن ده بيعمل كنترول لانكريز للهارت ريت في حالات اللي بنقول عليها الثايرويد ستور، فهو بيبقى adjunct in treatment of hyperthyroidism. طيب نشوف كده ايه الافكت اوف ايودايد ديفيشنسي اون هرمون بايوسنسز. suppose if we take a diet very low in iodide content، ده بيأثر ازاي على الهرمون بايوسنسز؟ it decreases the intrathyroidal iodine content، فلما بيقل نسبة الايودين كونتنت بتزيد نسبة المونو ايودو تايروزين بالمقارنة بالداي ايودو تايروزين، لان المونو ايودو محتاج كمية اقل من الايودين، فبالتالي هو بيتكون بكمية اكبر من الداي ايودو. طب what is the result؟ ان الراتيو اوف تي 3 بتزيد بالمقارنة للتي 4، لان المونو ايودو تايروزين هيتكون بكمية كبيرة يعمل كوندنسيشن مع الداي ايودو تايروزين، فبالتالي تزيد نسبة الـ T3 بالمقارنة بالـ T4. As a result the secretion of T4 is decreased، وزي ما احنا نعرف للـ regulation of hormonal secretions under the influence of hypothalamus pituitary gland اللي من ضمنهم الثيرويد هرمونز ان بيبقى فيه increase للسيرم TSH. لما بيزيد الـ TSH يبتدي يعمل goiter وهو enlargement of the thyroid gland، يبتدي يعمل mild إلى severe hypothyroidism. في الأطفال بقى النيونيتس ممكن يعمل كريتينيزم، ويعني الأسماء دي هنتعرف عليها خلال المحاضرة. والconditions دي could be treated by using iodinized salts which can prevent hypothyroidism. في بعض الـ differences between الـ T4 and T3. الـ ratio of T4 to T3 in the thyroglobulin 5:1. الـ protein binding بالنسبة للـ T4 بيبقى higher than الـ T3، علشان كده الـ free fraction هنا هيكون أقل في الـ T3 compared to T4. الـ T4 less active compared to T3.
الـ duration of action الـ T4 بيبقى له longer duration of action في حين ان T3 بيبقى له shorter duration of action. يبقى الـ T3 هتلاقي له shorter duration لكن في نفس الوقت هو more faster في الـ action. الـ T-half للـ T4 بتوصل لحوالي about 7 days و 1 day بالنسبة للـ T3. Regulation of thyroid secretion يبقى it is under the influence of the hypothalamic pituitary thyroid axis. احنا عارفين الـ hypothalamus الـ pituitary gland واخيرا الـ peripheral gland اللي هي thyroid gland. احنا عارفين برضو ان الـ hypothalamus بيفرز الـ factors او الـ thyroid hormone releasing factors stimulates الـ pancreas الـ pituitary gland to release الـ TSH او الـ thyroid stimulating hormone. الـ TSH stimulates الـ thyroid gland to secrete الـ T4 and T3. والـ T4 والـ T3 ليهم الـ negative feedback mechanism سواء عندنا في الـ short loop to the pituitary gland أو الـ long loop to the hypothalamus. الـ thyrotropin releasing hormone أو الـ TRH اللي بيفرز من الـ hypothalamus ده بيعمل stimulation للسنسز زي ما اتفقنا من TSH. في بعض الـ factors اللي بتأثر على release of thyrotropin releasing hormone. فلو قل الـ level of the peripheral gland hormone الـ T4 و T3 الـ alpha agonist والأرجينين الفازوبريستين الحاجات بتعمل stimulation للـ TRH. في حين ان الـ increase of T4 and T3 والـ alpha blockers بتعمل inhibit الـ secretion. يبقى المجموعة الأولى بتعمل stimulation للـ TRH لكن الـ T4 والـ T3 والـ alpha blockers بتعمل inhibition للـ TRH. الـ thyroid stimulating hormone هو بنعتبره الـ primary factor which controls الـ thyroid cell growth and thyroid hormone senses. والـ TSH لما بيزيد ده بيعمل enlargement للـ gland وده سبب الـ goiter اللي بيقل. الـ effects of TSH أولا هو بيعمل change للـ thyroid cell size يبقى الخلايا الـ follicular cells دي حجمها بيزيد. كمان الـ vascularity والـ blood flow وده بيسبب enlargement للـ gland وده السبب الـ goiter. كمان هو المسؤول عن الايوجين ميتابوليزم لان TSH بيعمل ستيموليشن لكل خطوات الايوجين ميتابوليزم ستارتنج بقى من اول ستيب قلتها لك هي الايوجين ابتيك الترانسبورت خطوه الايودينيشن للثايروجلوبولين كمان ان يبقى فيه انكريز وريليز للهرمونز واخيرا هو بيعمل انكريز سكريشن اوف ثايرويد هرمون. النيجاتيف فيدباك قلنا انه من الهايبوثالاموس والبيتويتري والثايرويد اكسس يبقى في بعض الكومباوندز بتعمل انهيبيشن للـ TSH senses and release زي مثلا لو زاد الـ T4 والـ T3 اللي هو البريفرال هرمون كمان السوماتوستاتين والدوبامين والجلوكوكورتيكويز الحاجات دي كلها بتعمل انهيبيشن للـ TSH secretion. في حين ان الاستيميوليشن للـ TSH senses and release بيبقى عن طريق اللو T4 و T3 وده النورمال فيدباك ميكانيزم اللي احنا عارفينه يعني ما فيهوش حاجه جديده. في حالات بقى الهايبوثايرويديزم لما بيقل نشاط الثايرويد جلاند الانتيريور بيتويتري جلاند از ا كومبنسيتنج ميكانيزم بيبقى فيه انكريز للريليز اوف TSH. الـ TSH ده علشان يعمل اكتيفيشن للهرمون سيكريشن. But due to thyroid failure no hormone is secreted just إن بيحصل proliferation و enlargement of gland وده سبب الجويتر. يعني الـ TSH الـ functions increase the size increase the vasculature كمان إن هو بيزود الـ thyroid hormone secretion. فإذا كان في defect في الـ thyroid gland يبقى الـ secretion will be inhibited لكن الـ gland هيفضل حجمها بيزيد وده سبب الجويتر. الميكانيزم اوف اكشن اوف ثايرويد هرمونز احنا عندنا ال T4 وال T3 قبل تو برودوس ذير افكت ذي هاف تو ديسوسييت من ثايرويكسين بايندينج جلوبولين وده بنقول عليه TPG ده موجود في البلازما قبل ما بيدخلوا السيلز. في انسايد السيل ال T4 از دي ايودينيتد عشان تتحول لل T3 يبقى جوه السيل ال T4 بتبتدي انها تتحول لل T
3 T3 ده بيبتدي ان هو يدخل النيوكليوس واتاتش للسبيسيفيك ريسبتورز، ودي بروموت الماسنجر ار ان اي والبروتين سينثيز اللي انيشيت الثايرويد فانكشن. الديس اوردرز اوف ثايرويد جلاندز، في عندنا ديس اوردرز ريليتد للهايبو ثايرويدزم واذر ديس اوردرز ريليتد للهايبر ثايرويدزم. الديس اوردرز دي برضو ليها علاقة امتى بتحصل، يعني لو حصلت في الانفانس غير لو حصلت خلال التشايلد هود او للادلت. فبالنسبة للانفانس في الهايبوثايرويدزم ده بيعمل مرض الكريتينيزم، وده طبعا من الحاجات اللي ممكن تعمل منتال ريتارديشن لو ما تعالجتش. نيجي لو في هايبوثايرويدزم في الادلت ده بيعمل حاجة اسمها ميكسوديما او الجال سيندروم، وده اللي بيبان فيه الجويتر. في التشايلد هود بتعمل جوفينايل ميكسوديما. بالنسبة للهايبرثايرويدزم عندنا في نوعين، نوع منهم بنسميه جريفز ديزيز وده accompanied by exophthalmos. exophthalmos اللي هو بيبقى فيه جحوظ للعين، وده يعني برضو ممكن يحصل في سبيشيز اخرى غير الهيوز. في كمان عندنا بالنسبة للهايبرثايرويدزم البلامر ديزيز، والبلامر ديزيز ده بيبقى not accompanied by exophthalmos، ما بيبقاش فيه جحوظ للعين. لو هناخد الدراجز used in abnormalities of thyroid function، يبقى في عندنا الدراجز which are used in treatment of hypothyroidism and hyperthyroidism. في الهايبوثايرويدزم عندنا حاجة واحدة وهي الهرمون replacement therapy، هو الاستراتيجي used when there is hyposecretion في أي organ. الدراجز طبعا هتبقى الهرمونز اللي هي secreted، الثيروكسين والتراي ايودوثايرونين اللي بنسميه لايوثايرونين، والدراجز دي given orally. الثيروكسين هو الدراج اوف تشويس، احنا شفنا الفرق بينه وبين التي 3، وقلنا ان الثيروكسين هو بيبقى له longer duration of action، ان الثيروكسين كمان بيبقى له slow onset of action. الليوثايرونين ده بيبقى عادة reserved او بنحتفظ بيه للconditions of myxedema coma اللي احنا بيبقى عايزين فيها rapid action is required for emergency treatment، لان احنا قلنا ان الترايايودوثايرونين ده بيبقى له shorter duration of action لكن في نفس الوقت هو ليه faster onset of action. لما نيجي نتكلم بقى على treatment of hyperthyroidism، treatment of hyperthyroidism في other في pharmacological options and the non-pharmacological line of treatment. طبعا non-pharmacological line of treatment هو اللي هيخص بالثايرويدكتومي، احيانا ان بيبقى لازم العلاج ان بيبقى فيه ريموفال للجلاند. طبعا في حالات السيرجري ان لازم السيرجن بيحافظ على جزء او لوب كامل من الثايرويد جلاند according to the condition، ده بالذات علشان يحافظ على الباراثايرويد جلاند، لان احنا اتفقنا ان الباراثايرويد جلاند مكانها هنا فوق الثايرويد، فبالتالي لو حصل كومبليت ريموفال للثايرويد جلاند ده بيشيل معاها الباراثايرويد، ودي طبعا بتعمل كرايسيس انها بتاثر على الكالسيوم ميتابوليزم، فعاده لازم بيحتفظ بجزء من الثايرويد جلاند. الفارماكولوجيكال ريميديز بقى هتبقى هنا الدراجز اللي بتستخدم از انتي ثايرويد، وبالاضافه زي ما قلت لك للبيتا بلوكرز، والبيتا بلوكرز مش علاج للثايرويد جلاندز لكن دي علاج لايه، للي بنقول عليه ثايرويد ستورم، الاعراض اللي بتحصل من الثايرويد جلاند. وفي كمان عندنا الريديو اكتيف ايودين. هناخد اول مجموعه وهي الدراجز اللي بتعمل انهيبيشن للايودايد ابتيك، ويا ريت كده تبقى حاطط قدامك خطوات الثايرويد جلاند سنسز، لان هي دي نفسها الدراجز الخطوات اللي هيشتغل عليها الدراجز. يبقى اول حاجه دراجز تعمل انهيبيشن للايودايد ابتيك اللي بنسميها انايون ابتيك انهيبيتورز، فور اكزامبل عندنا البيركلوريت والثايوثانين. الدراجز دي ليها نفس الاتوميك سايز للايودايد، فبالتالي دي كومبيت ويز ذا ايودايد فور ذا سيم ابتيك اند ترابينج ميكانيزم عن طريق الصوديوم ايودايد سيمبورتر، فبالتالي بيقل الانترا ثايرويد الايودايد افيلابل فور ثايرويد هرمون، يعني هي بتعمل كومبيتيشن مع الايودايد على نفس الكارير سيستم، فبالتالي هي بتدخل بدل الايودايد. الافكتس دي ار نوت ابيرنت فور اوفر ا ويك، يعني بتحتاج وقت على ما الثايرويد هرمون تبتدي انها تستجيب، لان عاده الجلاند بيبقى فيها
ستور من الثيرويد هرمون في الثيروجلوبولين او الكولويدال ستور. البيركلوريد بتعمل بلوكينج للايودايد ابتيك في الايودايد انديوسد هايبرثايرويديزم، زي البيشنتس مثلا اللي بتتعالج ببعض الدراج زي الاميودارون. الاميودارون ده دراج بيبقى ليه هاي ايودايد كونتنت، فالدراج ده نفسه هو ممكن يعمل هايبرثايرويديزم. فالبيركلوريد ممكن تعالج الهايبرثايرويديزم اللي بيجي من الدراجز زي الاميودارون. وطبعا السايد افكتس بالنسبه للبيركلوريد هو الابلاستيك انيميا. السكند جروب من الانتي هايبر ثايرويد دراجز الانهبيتورز اوف اورجانيفيكيشن اند هرمون ريليز الايودايد، وبنستخدم هاي كونسنتريشن من الكومباوندز عباره عن ايودين سوليوشن ان بوتاسيوم ايودايد، وده اللي بنقول عليه لوكال ايودين. يبقى اللوكال ايودين هو عباره عن ايودين اند بوتاسيوم ايودايد. التريتمنت ده ريفرسبل اند ترانزيت، يعني ده ما بيعتبرش ابدا علاج للكونديشن، لكن بيستخدم في حالات معينه. الهاي ليفل من الايودايد بتعمل انهيبيشن للايودينيشن اوف ثايروجلوبولين، خطوه الاورجانيفيكيشن كمان، والكابلنج اوف ثايرويد هرمون اللي بتتم بين المونو ايودو تايروزين والداي ايودو تايروزين، والريليز اوف ثايرويد هرمونز باي بروتشوليسيس اوف ثايروجلوبولين. يبقى اذا هو بيعمل انهيبيشن لكل الخطوات من بدايه الايودينيشن لغايه الريليز. الايفكت ده سموه وولف تشايكوف ايفكت، وده عبارة عن النيجاتيف فيدباك افكت اوف ايودايد، لان لما الايودايد بتزيد انجيشن اوف هاي اماونت من الايودين بيعمل ريدكشن للثايرويد هرمون ليفل عن طريق الفيدباك ميكانيزم. بس هل الكلام ده بيرمننت؟ لا، لان بعد فترة الجلاند eventually escape this inhibitory effect. الجلاند بتبتدي تميز ان ده ايودين جاي لها من سوليوشن، فعملية الايودين او الايودايد اورجانيفيكيشن اللي ترجع الجلاند تصنع الهرمون تاني ممكن تتم بعد about 10 days. فالايودايد لما بيتاخد الفترة القليلة دي بيتاخد to decrease the size and vascularity of the thyroid gland. استخدامات اللوكال سوليوشن بيستخدم before thyroid gland surgery، لان عشان يقلل حجم الجلاند، فبالتالي هيعمل هيخلي الاكسجن اوف ذا جلاند از ايزير. كمان انه بيستخدم في از ا بارت اوف تريتمنت اوف سيفير ثايروتوكسيك كرايسيس اللي بنقول عليها الثايرويد ستورم، اللي بيبقى فيها انكريز للاكتيفيتي اوف ذا ثايرويد هرمون. السايد افكت بالنسبه لللوكال سوليوشن انه ممكن يعمل الرجيك رياكشنز، يعمل انجيو اديما، ممكن يعمل راشز فيفر. الانجيو اديما كمان دي بتاثر على كل الميوكس ممبرينز، فممكن يعمل لاكريميشن كونجنكتيفيتس، الانفلاميشنز اللي بتتم في الاي. كمان ممكن يعمل بين في السليفري جلاندز واعراض زي الكولد او الفلو. كمان عندنا من التريتمنت زي ما قلت لك ان في راديو اكتيف ايودين، وده بنستخدم فيه I131. يبقى الايزوتوب اللي هو I131 is the one that is used in treatment of hyperthyroidism، وده بيعد first line treatment. طيب ازاي بيستخدم I131؟ it is given orally، وده بيدخل incorporated في الثيروجلوبين. الـ I131 بيعمل emission لبيتا بارتكلز، البيتا بارتكلز دي بيبقى لها cytotoxic action على الثيرويد follicles، فبتعمل لها نوع من الـ destruction، وهو بيبقى specific للثيرويد gland. ده بيستخدم as a single dose. الـ cytotoxic effect على الـ gland بيبقى delayed، يعني ممكن ياخد من 1 to 2 months، وعشان يوصل للماكسيمم بيوصل after about another 2 months. استخدامات الراديو اكتيف ايودين بيستخدم في تريتمنت اوف ثايروتوكسيكوزيس، وكمان الترناتيف للسيرجري في علاج الهايبرثايرويدزم. طب ايه السايد افكت اللي ممكن تنتج عنه؟ ان الدراجز اللي بتستخدم في علاج الهايبرثايرويدزم هي ممكن تجيب هايبوثايرويدزم، فالبيشنت بيتعالج من الهايبرثايرويدزم لكن از ا ريزلت ممكن يجيله هايبوثايرويدزم. ده ممكن يجي افتر تريتمنت بالراديو اكتيف ايودين،
بالتالي البيشنتس اللي بيبقى عندها الجريفز ديزيز، وده بنقدر نعمل له مانجمنت ان لازم البيشنت ياخد ريبليسمنت ثيرابي بالثايروكسين. طبعا ده ما بيستخدمش في كونترا انديكيشن في البريجننسي وفي التشيلدرن. مجموعه من يعني من اكثر المجموعات استخداما هي مجموعه الثايوامايدز. الثايوامايدز دي بتعمل انهيبيشن للثايرويد هرمون برودكشن في كذا خطوه هنشوفهم مع بعض. عندنا اكزامبلز زي الكاربيمازول وزي الميسيمازول والبروفايل ثايويوراسيل. طيب what is the mechanism of action of thioamides؟ هي بتعمل inhibition للثايروبيروكسيديز انزيم، والثايروبيروكسيديز انزيم احنا شفناه في اكتر من خطوة، اللي منها الاكسيديشن اوف ايودايد انتو ايودين. كمان الثايروبيروكسيديز ليه علاقة بعملية الكابلينج اللي بتتم بين التي 3 والتي 4. كمان بيعمل inhibition للايودينيشن اوف تيروزايل ريزيوز في الثايروجلوبولين. خطوة الايودينيشن نفسها ان يضاف الايودايد على inhibition of ايودينيشن اوف تيروزايل ريزيوز in thyroglobulin and inhibition of organification step والكابلينج reactions. البروبايل ثايوراسيل كمان بيعمل inhibition للconversion of T4 into T3، الخطوة اللي فيها الدي ايودينيز انزيم. ايه برضو الكاركترستيك بالنسبة لمجموعة الثايوامايدز؟ يبقى these drugs have slow onset of action، يعني دي ممكن تاخد about 3 to 4 weeks to start their action. ليه؟ لانها بتعمل inhibition للسنسز للثايرويد هرمون، يبقى على ما يتم الانهيبيشن للخطوات دي كلها ده طبعا حاجة بتاخد وقت. كمان الافكت ده appears after time. ليه؟ لان الجلاند نفسها الثايرويد جلاند دي بيبقى فيها stores، فلازم الاول stores دي تبقى depleted من الهرمونز على ما تبتدي الدراجز تدي الافكت. الدراجز are goitrogen او جويتروجينيك، واحنا يعني سمعنا الترم ده ان نتيجة لعلاج الهايبر ثايرويدزم as a feedback mechanism بيزيد الـ TSH. الـ TSH زي ما قلت لك ليه two main function، واحدة منهم انه يحاول يعمل senses للثايرويد هرمونز، والتانية انه بيعمل growth للجلاند. الـ senses of thyroid hormone is inhibited نتيجة ان انا عندي thioamide، فبالتالي ما يفضلش غير انه يعمل enlargement للجلاند. يبقى الـ drugs دي بنقول عليها goitrogens because they inhibit، لان الانهيبيشن اوف ثايرويد هرمون برودكشن ده بيعمل اب ريجوليشن اوف تي اس اتش برودكشن، بيزيد التي اس اتش. التي اس اتش لكن ما بيعقبش ده زياده في الثايرويد هرمون نتيجه لوجود الثايرويد جلاند ثايرويد هرمون انهيبيتورز اللي هم مجموعه الثايوامايدز، فبتبتدي الثايرويد جلاند يحصل فيها نوع من الهايبرتروفي، يبتدي يحصل فيها انكريز للسايز وتسبب جويتر. السايد افكتس هي قليله لكن ممكن تحصل، ممكن يسبب جرانيولوسايتوبينيا، ممكن دي بتبقى ريفرسبل upon discontinuation of the drug. في بقى عندنا الادجانكس للانتي ثايرويد ثيرابي، يعني حاجات ممكن تتاخد بالاضافه في حاله يعني في حاله ان وجود اكساجيريتد سيمبتومز. زي ايه؟ زي البيتا بلوكرز، واهمهم طبعا البروبرانولول. البروبرانولول ده بيقلل السيمبتومز اسوشيتد بالهايبرثايرويديزم انكلودنج التاكيكارديا، الديستريزميا، التريمورز، الاجيتيشن، وكمان ممكن يستخدم ان بريباريشن اوف سيرجري فور انيشال تريتمنت للهايبرثايرويد patients. وقلنا ان هو بيستخدم في الثايرويد ستورم ان بيبقى فيها اكساجيريشن للافكتس اوف كاتيكولامين، لان ده واحد من الاعراض اللي بتصاحب الهايبر ثايرويديزم، بيزيد الكاتيكولامينز. وفي حاله الثايرويد ديسفانكشن الجسم بيبقى فيري سنسيتيف تو اني سمول اماونت ايفن من الكاتيكولامينز، فممكن توصل لانجينال اتاكس، عشان كده البروبرانولول بيستخدم. في كمان عندنا الجوانيثيدين، احنا عارفين ده ادرينرجيك نيورون بلوكر، ده بيستخدم از اي دروبس لانه بيقلل السيمبتومز اوف اكزوفثالاموس في حالات الهايبرثايرويديزم، وهو بيعمل ريلاكسيشن للسموث ماسلز اللي هي انرفيتد باي سيمباثيك نيرفز، ودي اللي بتعمل نوع من الاي ليد ريتراكشن اللي بيسبب الاكزوفثالاموس. كمان الجلوكوكورتيكويد زي البريدنيزولون، وعادة الحاجات دي بتستخدم في الهايبر فانكشن اسوشيتد ويز اكزوفثالاموس. هنبتدي ناخد بقى البيولوجيكال اسي للثايرويد هرمونز. اول اسي
عندنا هو بنقول عليه السيرفايفل تايم ان مايس كيبت ان ا كلوزد كونتينر. يبقى ده اول اسي. الاسي ده بعمله ازاي؟ انا بيكون عندي فيه 3 جروبس من الدراجز. عندنا جروب 1 من المايس، جروب 2 اند جروب 3. جروب 1 بتبقى انتريتد ما بدلهاش حاجه، جروب 2 وجروب 3 هيكونوا تريتد جروبس، جروب 2 هتبقى تريتد بالتست اللي انا عايز اعمل له سكريننج او عايز اعمل له ايفالويشن. يعني عندي انون كومباوند وعايز اشوف البوتنسي بتاعته قد ايه، فده هبتدي احقنه لجروب 2. جروب 3 دي هتاخد ستاندرد تي 4 هرمون، هتاخد ستاندرد ثايروكس. يبقى عندي مجموعه انتريتد ومجموعتين تريتد، واحده بالتست كومباوند والمجموعه الثانيه بالستاندرد. التريتمنت بيبقى 3 دوزز اوف ستاندرد اور تيست، وبيتاخد سبكيوتينيوس، والتريتمنت بيكون ان 3 كونسيكوتيف دايز. طيب ايه الكرايتيريا بالنسبه للاكسبيرمنت؟ ان انا each animal is placed in air tight container. يعني اخد كل ماوس واحطه في جار، الجار ده يكون air tight ويكون معروف نسبة الاير اللي فيه قد ايه. فمفروض ان الجار containing 800 cc of air، كل جار فيه الكلام ده. هبتدي اسيب الانيمالز، وايه البارامتر اللي هعينه؟ هو determination of survival time. يعني ايه survival time؟ يعني ال time from the introduction of the animal in the air tight container till the death of the animal. ابتدي اعمل observation لل time واعمل interpretation لل results. يا ترى مين من ال animals هيبقى survival time بتاعها اكتر؟ هل ال control ولا ال treated، سواء ال test او ال standard؟ طيب. يبقى دي هنا التفاصيل اللي انا قلتها لك دلوقتي، ان انا بعمل classification للانيمالز into 3 groups. مجموعة منهم زي ما قلت لك هتبقى untreated، ومجموعتين treated، التست والستاندرد. والبارامتر اللي انا بعينه هو السيرفايفل تايم. طيب ايه الobservation اللي لاحظناها؟ ان الانيمالز injected with the thyroid hormones die faster than الانيمالز اللي هي untreated. احنا نعرف ان الثايرويد هرمونز من ضمن الفيسيولوجيكال افكتس انها بتزود الميتابوليزم، بتزود الميتابوليك ريت. فهل ده السبب في الديث اوف انيمالز؟ وايه علاقه السرفايفل تايم بالبوتنسي اوف ذا ثايرويد هرمون؟ بديهي ان كل لما بتزيد البوتنسي اوف ذا ثايرويد هرمون السرفايفل تايم مفروض انه يقل. كل ما بيكون الكومباوند مور بوتنت، بالتالي الفتره اللي هيفضل الانيمال فيها الايف هتقل. يبقى الانتربريتيشن للريزلتس ان الثايرويد هرمون انكريز الميتابوليك ريت اوف ذا انيمال. طب يعني ايه زياده الميتابوليك ريت؟ يعني ان زاد الاكسجين كونسامشن وكمان زاد الكربون دايوكسيد برودكشن. فهل ده فعلا السبب للديث اوف انيمالز؟ عشان نعرف ده السبب ولا لا، بنعمل analysis للconstituents او الcomposition of oxygen والcomposition of carbon dioxide اللي موجودين في الاير. فالanalysis ده اثبت ان ده مش السبب. It is not the cause of this. Why؟ لان الamount of oxygen present in jars was higher، وكمية الكربون دايوكسيد كانت اقل في الراتس تريتد with ثايروكس. يعني لو الديث ديو تو انكريز الميتابوليك ريت، مفروض ان انا كنت الاقي نسبة اكسجين اقل ونسبة كربون دايوكسيد اكتر في التريتد انيمالز مقارنة بالانتريتد انيمال. بس ده ما حصلش، بالعكس ده الاكسجين كان اكتر والكربون دايوكسيد كان اقل في التريتد انيمالز. طب امال ليه الانيمال دي ماتت اسرع؟ What is the reason of death؟ Reason of death ان الثايرويد هرمونز خلت الانيمال more sensitive to the least decrease in oxygen. Meaning ان الثايرويد هرمون caused hypersensitivity of the animal to hypoxia which is the reduced oxygen content and the hypersensitivity of the animal to hypercapnia which is the increase in carbon dioxide. يبقى تاني احنا نعرف ان thyroid hormones increase the metabolic rate.
فمفروض زيادة الميتابوليك ريت ان يزيد الاكسجين كونسامبشن وكمان يزيد الكربون دايوكسيد برودكشن. اذا المفروض في الديد انيمالز اللي واخده الثايروكسين ان انا لما اجي اعمل اناليسز للاير كونتنت الاقي نسبة الاكسجين اقل ونسبة الكربون دايوكسيد اكتر، لان الانيمال استهلك كمية كبيرة من الاكسجين وطلع كمية كبيرة من الكربون دايوكسيد. لكن الاكتوال اناليسز ما وجدش كده، لقينا ان نسبة الاكسجين اكتر ونسبة الكربون دايوكسيد اقل. طب امال الانيمال دي ليه ماتت اسرع من الكنترول؟ السبب في كده ان الثايرويد هرمونز كوز هايبر سنسيتيفيتي، بتخلي الانيمال مور سنسيتيف لما قلل الاكسجين بكميه قليله جدا اللي هي الهايبوكسيا، ولما زاد الكربون دايوكسيد بكميه قليله جدا اللي هي الكهايبر كابني. يبقى ده اول اسي. نيجي للاسي الثاني اللي بنقول عليه الجويتر بريفنشن ميثود. احنا اتفقنا الجويتر اللي هو الانلارجمنت للثايرويد جلاند، فباخد الانيمالز بقسمها ل 3 جروبس، مجموعه كنترول والمجموعتين التانيين، واحده بديها التست كومباوند واحده بديها الستاندرد كومباوند. باخد الانيمالز كلها وبديها السايوراسيل ادد تو ذا فود تو انديوس جويتر. طب والسايوراسيل هيعمل جويتر ليه؟ اتفقنا ان السايوراسيل بيعمل انهيبيشن للثايرويد هرمون سنسز بكل خطواتها از ا فيدباك ميكانيزم. الجلاند بتبتدي تطلع تي اس اتش الثايرويد البيتويتري جلاند، فتي اس اتش ده عايز يزود السنسز اوف ثايروكسين وكمان عايز يزود حجم الجلاند. ما يقدرش يزود السنسز اوف ثايروكسين، ما يلاقيش قدامه غير الجلاند يزود حجمها، فبالتالي يعمل جويتر. هاخد بعد كده الانيمالز، مجموعه الكنترول دي هسيبها انتريتد، المجموعه اللي واخده التست او المجموعه اللي واخده ستاندرد هبتدي احقنها بثايروكسين مده 14 يوم. اخد الانيمالز بعدها واعمل كيلينج للانيمال واوزن الثايرويد جلاند، اعمل ويينج للثايرويد جلاند واشوف هل يا ترى حجم الجلاند ده قل ولا لا. المفروض طبعا لما ندي ثايروكسين ان حجم الجلاند يقل. طب يا ترى which is more potent التست ولا الستاندرد؟ ده اللي احنا بنعمل. يبقى سامبلي برضو زي ما موجود عندنا هنا ان الجويتر هو enlargement للثايرويد جلاند، بدي دراج بيعمل جويتروجينيك افكت زي اليوراسيل. ازاي بيعمل جويتروجينيك افكت؟ انه بيعمل انهيبيشن للسنسز اوف ثايرويد هرمون، ستيمولييت التي اس اتش ريليز فروم ذا انتيرير بيتويتري جلاند، يسبب انلارجمنت للجلاند، والثايوراسيل يعني طريقه الاضافه ليه. يعني الخطوات دي انا مش ببقى عايزاها قوي في المذاكره، المهم ان انت تبقى عارف البرنسبل الميكانيزم الانيمال سبيشيز ولو في كرايتيريا معينه انا بحتاجها، وطبعا البارامتر او الاند بوينت اللي انا بعيده. يبقى هنا انا باخد ايه؟ باخد ان بلاحظ ان الثايرويد جلاند للثايرويد تريتد انيمالز لازم يبقى حجمها سمولر. ليه؟ لان الثايروكسين بيعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن فبيقل تي اس اتش وبالتالي هيقل السايز اوف ذا جلاند فهيعمل جويتر بريفنشن. يبقى ده تاني اساسي عندنا هو الجويتر بريفنشن. عندنا كمان اسي ثالث هو increase the survival time of thyrodectomized animals، زيادة ال survival time في الانيمالز اللي هي thyrodectomized. يبقى انا لو باخد animals principle للexperiment ان انا باخد الانيمال two groups من الانيمالز بعمل لها thyrodectomy. thyrodectomy يعني surgical removal للثايرويد gland. عندي كنترول وتريتد، الكنترول ما بديهاش حاجه، المجموعه بقى التريتد دي هديها ثايروكسين. المفروض ان هو ثايروكسين ادد تو ذيس جروب هيطول السرفايفل تايم بتاعه الانيمال. بديهي الانيمالز اللي انا عملت لها ريموفال للثايرويد جلاند دي وما بديهاش حاجه لازم هتموت. الانيمالز اللي واخده ثايروكسين مفروض ان هيبقى السرفايفل تايم بتاعها احسن والوقت اللي هتعيشه هيكون. يبقى باخد تو جروبز من الانيمال زي ما قلت لك وبعين السرفايفل تايم، وده هيكون دايركتلي بروبورشنال للدوز اوف ذا ثايرويد هرمون. يعني كل ما بيزيد السرفايفل تايم كل ما بيزيد الدوز اوف ذا هرمون والبوتنسي اوف ذا هرمون بيزيد السرفايفل تايم اللي الانيمالز تفضل فيه الايف. رابع طريقه من طرق انا الاساسيه للثايرويد جلاندز هي الطريقة الرابعة للأسي هي increase in oxygen consumption in tissue homogenate.
ممكن الاكسبيرمنت دي نعمل تريتمنت لجيني بيجز او رات او مايس تبقى انجكتد بالهرمون، سواء بقى عندنا التست او الستاندرد. وبعد كده بنعمل كيلينج للانيمالز وبناخد الليفر. الليفر بنعمل له هوموجينايزيشن، بنحطه في جهاز اسمه فاربرج اباريتس، والجهاز ده فيه مكان لصودا لايم عشان تعمل ابسوربشن للكربون دايوكسيد. السيروكسين بيعمل انكريز للتشو اوكسجين كونسامشن، وده كود بي ريكوردد باي ووتر مانوميتر كونكتد تو ذا اباريتس. ده كده انا باخد الليفر من الانيمال افتر تريتمنت، سواء كان جيني بيج او مايس. الليفر ده بنعمله نوع من انواع الهوموجينايزيشن باستخدام هوموجينايزر. بناخد بعد كده جزء من الهوموجينيت اللي بيتكون، بنبتدي نحطه. شايف كده الفلاسك دي بتبقى فلاسك، هي فعلا حجمها بيبقى صغير قوي. والمكان اللي جوه ده المربع ده بيبقى ويل، ده بيتحط فيه الصودا لايم عشان تعمل ابسوربشن لاي كميه كربون دايوكسيد بتطلع. بناخد الفلاسك دي وبنركبها في ده اللي هو عباره عن المانوميتر. المانوميتر ده بيبقى فيه هنا سائل، وهنا بيبقى فيه كميه من الاكسجين انتراب. مفروض ان التشو بيعمل كونسامشن للاكسجين، فبالتالي بلاقي الليفل هنا بيبتدي يقل. بنحسب الليفل ده، وده بيبقى انديكيشن للاكسجين كونسامشن. ده كده الستاند اللي بيتعلق فيه المانوميترز او بتتحط في جهاز بالشكل. عندنا كمان اساي تاني هو الويت لوس ان جينيا بيكس. الجينيا بيكس بعمل لها انجكشن بالثايرويد هرمونز فور 7 دايز، وبعد كده بعمل ويينج للانيمالز. مفروض طبعا الثايرويد هرمون دي بتسبب ديكريز في الويت لانها بتعمل انكريز للميتابوليك ريت. ميتامورفوزز اوف ذا تيد بول. التيد بول زي ما احنا عارفين هي بس عندها تيل اند نو لمبس. الويتس واللينث اوف ذا تيل ار ميجرد. بضيف الثايروكسين للووتر باث اللي كونتيننج التيد بول، فبيحصل له نوع من الباسيف ديفيوجن عن طريق السكن. اللينث والويتس اوف ذا تيل ديكريز طبيعي، لان الانيمالز هتبتدي تتحول للكومبليت فروج، فبيبتدي يظهر هاندز اند ليجز ابير اند ذا تيد بول بيكمز ا سمول فروج. البروسيس دي بنقول عليها الميتامورفوزز، اللي هي تحويل التيد بول انتو فروج، ودي بتبقى under the influence of the thyroid hormone.